شو هني أبرز أحداثنا الفلكية عن هالأسبوع يلي بيسيطر عليه أجواء فلكية كتير بارزة، وأهمها كسوف الشمس ببرج الميزان بتاريخ 14 تشرين الأول أكتوبر، ورح تكون تأثيراته مباشرة على مواليد برج الميزان خاصة العشرية الثالثة. ما يعني أنه هالمواليد رح تعبر لمنطقة جديدة أو رح تغير باتجاهاتها أو رح تهتم بشكلها وسمعتها. كمان بيعني الكسوف نزاع ممكن يطرأ بين المقربين، أو ممكن في تعرض لسرقة ملفات أو أوراق أو مستندات قانونية. لازم مولود الميزان يكون حذر جدا جدا، وخاصة مولود العشرية الثالثة. كمان في عنا حدث مهم هو القمر الجديد ببرج الميزان يلي بينضم للشمس وعطارد، ما يعني المزيد والمزيد من الانفراجات والحظوظ الدسمة والدعم والربح والتوفيق والبدايات الجديدة بالشغل، بالحياة اليومية الروتينية، شراء بيت جديد، انتقال لعمل جديد، ولادة طفل بالعيلة، يعني كل شيء جديد رح يكون بهالفترة. حظوظ على مد عينك والنظر عزيز الميزان، في تفاؤل، ارتياح، نجاح، تقدم وربح ومكاسب. كل هالأمور رح تكون من نصيب مواليد الأبراج الهوائية يلي هن بالطليعة مواليد برج الميزان، الجوزاء والدلو. بالنسبة لتنقلات القمر رح تكون على الشكل التالي، بيكون نهار السبت والأحد في حدث مهم قلنا هو انتقال القمر الجديد لبرج الميزان لينضم للشمس وعطارد، ما يعني تأثيرات إيجابية بتقدروا تحققوا فيها تقدم إداري أو قانوني، حظ سعيد، كاريزما، نجاح، وأخبار جيدة في دعوة قضائية. كمان في أوراق معاملات وضرائب والكثير من الربح والانتصار بانتظار مواليد الجوزاء الميزان والدلو. كمان بسجل التنين والتلاتة انتقال الأمر للعقرب المائي لينضم للمريخ، وبتنعم الأبراج المائية سرطان العقرب بالحوت بالارتياح والحماس. بنختم الأسبوع بطريقة مميزة نارية جدا مع وصول الأمر للقوس بين الأربعاء والجمعة، 3 أيام واعدين بالإيجابيات والمساعدات لكل من مواليد الحمل، الأسد والقوس. بالنسبة لتنقلات الكواكب رح تكون على الشكل التالي، عنا عطارد بالميزان والشمس بالميزان، وهيك بخلي مواليد الأبراج الهوائية يشعروا بالتحرر وبيحققوا أهداف كتيرة أو بيسمعوا أخبار مفرحة. المريخ بالعقرب بخلي مواليد برج العقرب ينطلقوا ويفاوضوا بشأن بعض القرارات أو المكتسبات، كمان تسمح لهم بالتعاطي مع جهات نافذة والتواصل بصورة عذبة وجذابة مع الأطراف المعينة حتى يحققوا طموحاتهم، بتتسهل حركة التواصل والمواصلات والقضايا القانونية العالقة. هالإيجابيات بتطال سرطان العقرب والحوت. الحدث الأبرز كمان وجود الزهرة بالعذراء، زحل بالحوت، بلوتو بالجدي، والمشتري وأورانوس بالثور. هذا بالنسبة للكواكب. أما بالنسبة للتحيات الكبيرة لمواليد هالأسبوع من برج الميزان العشرية الثالثة اللي رح ينعموا بسنة مميزة للغاية، سنة واعدة ممتازة، سنة الحظوظ الكبيرة والازدهار يلي بتقلب الموازين والظروف لصالحكم، سنة التطور والتغيير الجذري، سنة النجاحات الكبيرة والإنجازات الأكبر والمفاجآت والانفراجات والاحتفالات بكافة المجالات. بدون أي شك رح يحصل مولود الميزان على مكافأة كبيرة على الصعيد الأكاديمي والمهني هاي السنة، خاصة مع انتقال مشتري كوكب الحظ لبرج الجوزاء الهوائي اللي هو مثل الميزان، بيحمل معه تغيرات إيجابية. هالكوكب كوكب الحاكم لمولود الميزان بيكون عنده سبب للشهرة والنجاح والمكاسب والتطور والمكافآت، ورح يحصدوا نتائج مميزة بالشغل، بالسفر، بالتنقلات. حتى عاطفيا مولود بالميزان عشرية الثالثة بيساعده زهرة كوكبه الحاكم الأساسي على الحصول على حياة عائلية أقوى بهيدي السنة الجريئة، سنة الاستقرار، سنة مناسبة للارتباط والزواج والاحتفال بعلاقة حب أو استقبال فرد جديد بالعائلة. أكثر الأشهر حظا هن تشرين الأول أكتوبر، شهر حزيران، يونيو. ألف ألف مبروك لمواليد برج الميزان. مولود الميزان بيتفق بالشغل مع مواليد الحمل والسرطان. بالتوفيق يا رب، شو ما كانت كل أهدافكم لهالسنة إن شاء الله كلها بتتحقق.